اسمها بي تي يو، اسمه باور ترانسفير يونت. مرحبا بكم اعزائي المسافرين والمتنى ياتي الى هذه اتاك من ريتشارد وزملاء الفلاحين. نروح بكم عن فلايدير 148 متجها باذن الله الى مطار الملك خالد الدولي مدينه الرياض. سيدوب لكم عن ياسر في طلب المساعده من اي من الطاقه. خايف من الصوت يا ماما، بس حلوة دايما. But now we have to ask you to switch them off or place them in flight mode. Thanks for understanding. أعزائنا المسافرين، نستمع الآن إلى دعاء السفر، وهو من الأدعية التي كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند سفره. Fellow travelers, the text you are about to hear is a supplication which Prophet Muhammad, peace be upon him, used to pray upon traveling. الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوي عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعداء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل
Thank you.
ربط أحزمة المقاعد، ولكن من أجل سلامتكم الرجاء ابقاء أحزمة المقاعد مربوطة خلال الرحلة. We're on our way and the seatbelt sign is now off. For your safety, we suggest that you keep your seatbelt fastened while seated. Yeah.
never ride such an aircraft like that before. Wait, that's a stadium. I might meet Cristiano Ronaldo there. أعزائي المسافرين، الحمد لله على السلامة والسلامة. مرحبا بكم بمطار الملك خالد الدولي مدينة الرياض. لسلامتكم وراحتكم ورجاء البقاء في مقاعدكم وأحسن المقاعد مربوطة حتى تقوم الطائرة تماما مباشرة ترضى حسابكم. قبل مغادرة الطائرة رجاء التعرف على جميع أوضاعكم الشخصية معكم. من يبقى الطيران نزيد قائد الطائرة وجميع زملاء الفلاحين تم ركبة استمتعتم برحلتكم معنا اليوم. أود شكركم لاختياركم طيران أديل. شكرا لكم. Hi everyone, welcome to King Khalid International Airport in Riyadh. Please remain seated or listen to fast until the aircraft has come to a complete stop. This sign has been switched off. Before leaving the aircraft, please ensure that you have all your personal belongings. On behalf of Flyadeal, the captain and the rest of the crew, we hope you have enjoyed your flight today. We thank you for choosing Flyadeal. Thank you.
طب ليه بيضحك عشان كده؟ تعرف هتعمل كده الصوت ده. اكيد بوس صح ما شاء الله. ده انا بقلت اليوتيوبر مثلا هنركب بوس واحنا نازلين تحت. طبعا اول مره نعمل كده.
اكيد. هلو. احنا رحنا بالتيوب كتير قوي.